الشروق كمجمع عنده الآن 25 سنة أكثر من 25 سنة يعني ربع أكثر من ربع قرن ابتدأ بأسبوعية هي الشروق العربي ثم الشروق اليومي ثم على اليوتيوب الشروق تيفي على اليوتيوب في 2007 حتى 2011 وجاءت القنوات تي تيفي نيوز وسي بي سي بنا وكان لازم أن تلتحق الإذاعة بهذا الركب بهذا المجمع يعني كي شغل السبحه اللي تخصها فاكتملت الكوكبه الحمد لله بافتتاح اليوم اذاعه الشروق الاذاعه كما تعرفون رغم التطور التكنولوجي الكبير الذي حصل في السنوات الاخيره ورغم تطور وسائل الاعلام والاتصال الحديثه ايضا الا ان الاذاعه تبقى عندها تاثير وعمل جمهور كبير ودراسات الحديثه تثبت ان المستمعي الاذاعات في العالم او لمختلف الاذاعات العريقه مثل اوروبا و هنا لندن الى اخره يستمعون الان على الويب اكثر من على الموجات الاثير الكلاسيكيه تبقى عندها تاثير وعندها جمهور كبير ودراسات حديثه تثبت ان مستمعي الاذاعات في العالم او لمختلف الاذاعات العريقه مثل اوروبا و هنا لندن الى اخره يستمعون الان على الويب اكثر من على الموجات الاثير الكلاسيكيه ولذلك احنا اطلقناها على الويب لانه حاليا الانترنت يعني تكاد تنتشر في مختلف ربع الوطن واي واحد الان يعني على التليفون او في الحاسوب تاع البيت او تاع العمل يقدر يستمع الى الى الاذاعه عبر الحواسيب وعلاش ماشي في الاثير لانه لحد الان السلطات ما تسمعش ربما انه يكون فيه قناه عبر الاثير فاحنا نحاول ننطلق عبر الويب ولماذا لا في في على عل يعني في المستقبل القريب ان شاء الله كان حلم فبعد الحلم جسدناه على الورق بعد الورق جسدناه كما راكم تشوفوا هنايا عملنا الاستديوهات وبعد بدات يعني العمليه باش نبنوا اذاعه الويب وعلاش ماشي في الاثير لانه لحد الان السلطات ما تسمعش ربما انه يكون فيه قناه عبر الاثير فحنا نحاولوا ننطلقوا عبر الويب ولماذا لا في, في, عل عل يعني في المستقبل القريب ان شاء الله